حياة كلها حرب وهيك، ما كنت حياة يعني مش حياة هذه بصراحة. كنتش بتمنى أن هيك تعيش بنتي هيك حياة يعني، ولا لبس يعني، لبس صغير عليها يعني، انت شايفه النص. وفي الشتاء يعني بلبسها زي هيك اواعي يعني، المفروض كان عندها واعي شتوي وهيك. كنت اعاني معها فلوانز 24 ساعه وقحها زي هيك، عانيت عانيت معها في هذا. ما تمنيت الشيك حياه لبنتي. فيش حاليا الحين فيش مستقبل يعني، ولا بيت ضل، ولا يعني فيش حياة الحين، فيش يعني مش متخيلة كيف نرجع على الشمال نلاقي بيوت من دون كهرب ولا مي ولا مجاري، يعني فيش بيت أصلا يعني. حنرجع خيم أصلا زي ما كنت أعاني من في رفح، أعاني في الشمال يعني، كل حياتنا حتكون خيمة، فأكيد حتكون حياة صعبة يعني. سلام الدنيا. أنا هذه بنتي الوحيدة، أنا كان أحلامي وحضرت لها أشياء يعني، لو تشوف جهازها وشرت لها خزانة وكل شيء قبل الحرب بأسبوع. حتى كنت عاملة لها حفلة، إنه يعني إنه حفلة لجهازها، ولا وحتى مجهزة لأعياد الميلاد وكل حاجة يعني. فأجت الحرب دمرت كل حاجة. كنت اتمنى يعني انها بنتي تجيني في ظروف احسن، وظروف ان يعني هيك اتمنى انه الواحد ينبسط انه اجت وبعد سنين وبعد. ففيش يعني ما فرحناش عليها لسه. انا قاعد بحكي لهم لسه انا ما فرحتش انها جتني بنتي، لان هيني بشرد من مكان لمكان، وهي بقولوا بدهم يجتاحوا رفح، فمش عارفين وين يعني الواحد يشرد. عانى من البرد كثير، اسهال جدا، الولد خس اكثر من ما بيزيد يعني، الاطفال عادي بيزيدوا، هو بينزل وزنه بينزل لدرجه انه يعني صار شوي يصير معه سوء تغذيه من كتر ما فيش لا حليب اقدر يعني انتظم فيه، يا اما ينقطع يا اما ما فيش حليب، يا اما لو في حليب يكون باسعار غاليه مهوله، ولو قدرنا ندبره من اصحاب الخير واصحاب يعني الناس الكويسه، يوم يوم لا، ايام مرات الاقيه مرات لا. البامبرز كثير عانيت فيه كثير كثير كثير. كان في يعني ضغط حيوي، وكان في كنت مرتبة له حياة تانية كتير 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 حلوة، بس سبحان الله الحرب غيرت كل الملامح هذه يعني، حطتنا بمتاهة أصلا. إحنا يا دوب بس نعيش اليوم بيومه، ما بنعرف إيش بنصير، حتى فيش تخطيط أصلا. 5 9 9 0 5 9 9. خسرنا بيتنا، خسرنا مأوانا، خسرنا حياة كاملة كانت يعني مجهزة يعني له ولأبوه. انه كان يعني من ناحيه الدخل اليومي، كان ابوه يعني يشتغل يومي على اساس انه نقدر نوفر له يعني حليب، بامبرز، اشياء بتحتاجها، لدرجه الالعاب اللي راحت عليه يعني ما في اي شيء بقدر اوفر له اياه. لقيته